دلوقتي هنتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، كمان المباريات اللي هتتلعب في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فوزارة التضامن أعلنت عن بدء تكليف الدفعة 101 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتباراً من بداية شهر أكتوبر 2023، على أن يبدأ التسجيل اعتباراً من اليوم. النهاردة آخر يوم لطلاب الدبلومات الفنية للتقديم لحجز اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات اللي بيشترط القبول بيها اجتياز اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني. النهاردة لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة الرابعة من عمر المسابقة. هيلتقي كريستال بالاس مع وولفرهامبتون الساعة 4 العصر، في نفس التوقيت هيلتقي ليفربول مع أستون فيلا، والساعة 6:30 هيلتقي أرسنال مع مانشستر يونايتد. النهاردة لعشاء الدوري الأسباني موعدهم مع أربع مباريات قوية من عمر المسابقة. هيلتقي جيرونا مع الأس بالماس الساعة 3، الساعة 5:15 مباراة ريال مايوركا مع أتلتيك بيلباو، الساعة 7:30 هيلتقي أتلتيكو مدريد مع إشبيلية، مباراة برشلونة مع أوساسونا هتكون الساعة 10 بالليل.